كيف كيف عاودت في صفاقس قصة ديما الكوربة عاود طلعت ديما طالعة معناها من الحمد استاد لله الحمد لله مستاد مشيت عاودت لانسيت روحك من جديد. الحمد لله الحمد لله. حتى استاد لا مننسى، خاطر تحب ولا تكره استاد جامعي اي كبير. نحكي على استاد اي انا استاد راجع معي كبير، ما حتى كي مشيت كملت في نفس الكوره. انا ما كنتش فاكر لو نحن اكزامبل جمعيه هكا هكا، لا استاد راجع جمعيه بكلمتها في البلاد ووزنها، فهمت؟ صحيح من ديما نقول ثم ظروف ساعات ما تخدمكش، اللي هي ديما نقول انا استاد كان جيت في بلاصه اخرى مش في تونس راه خير برشا من هكا. أمور فلوس ومعاونة امور كل شيء، امور كل شيء، فهمت؟ وبعد مشيت ندرس في فاقس، لقيت زاد جروبي، تجينا زاد شكون جا الانترونور محمد رسول الله، جانا وقتها كان معاه انترونور برتغالي مشى وجانا اللي كان يعني في بوركينا فاسو هذا صحيح البرتغالي هذاك، عرفته ونسيت اسمه. والامور وقتها مش قد قد. وقتها ندرس في فاقس وقفت، وعملت برشا، معناها عملت انتدابات باهية، وجابونا شكون جابونا وقت انترونور لا اسمه على تطوش لسان، نسيتهم تلمو برشا. لا فضلت على قد عندي واحد بنيت مختلف. كريم في الاخر كان ثمانين تاع شباب الفريق وجعتك شويه خارجه من السياسات ولا ولا لا اسمع تحس كالم وسالم نلعب على روحي تحب صحيح تحب نقعد نقعد تحب نخرج نخرج بيناتنا اخوي بيناتنا شويه الحشيش الاخضر اي والكوره مش باهي. مش تقول لي انت حب يشبه ليه؟ انا ما عنديش، انا لغه تشبيب راهي ما فماش في تونس لغه تشبيب. طلعنا في تونس مازالت له 25 سنه مازال صغير، 28 سنه كبر صحيح تي باش يعمل كارير الله اعلم. احنا مازلت عندنا في تونس ما فماش تشبيب، سامحني نقول له تشبيه شبيك يجيب شعار الكونترا ويطلب فلوس ولا ما عادش شاب، فهمتك انت ولا الكبير انا من اللغه هذه زايده. انا نرجع لك بيه في العام هذاك مختاريني لتشكيله الكاف، اختاريني احسن 30 من احسن 30 جوار، ما انا محلي صحيح انت فكر ايه. انا انت باش تقول لي تشبيب ولا مش تشبيب، ثم ديما نقول ثم اداره، نحكي انا الاداره الثانيه، انا مش من الاداره الاولى، الاداره الاولى مع السيد لطفي اللي عندنا، اللي عندنا بالرسمي جمعيه اللي ثم نقول نحن حاجات صغيره اللي خسرتنا في الشامبيونات، الشامبيون نتاعنا هذيك ما تصورش هذول اختي ثلاثه جمعيات وفوتنا 70 نقطه. اي صحيح. انا هذول صارت مره بركه في تونس. لان احنا والليتوال وقت صفاقس نقصد والليتوال والترجي. العام من بعده خرجت معناها نقولوا نحن اداره، جات اداره جديده. الاداره الجديده سافوار كيف باش تخدم، اسكو باش تكمل نفس معناها نقولوا احنا نفس السكه نتاع توجهات جديده كانت اكيد اكيد ديما اللي سي جي ما كانش فما نيه نتاع تجديد. لا انا بطبيعتي وقتها مازال عام راه. فهمت. انا وقتها مازال جا احكي معك على الفسخ كنت معاه مازال عام. شوف لكم مازال عام جاو قال لي وقتها كيفاه وما نكورش. انا شوف اللي يحب ينجح في الكوره يصبر يتعلم من الخايب اكثر من الباهي. لذلك نحكي لك هذه انا معناها شويه الاكسبيرينس اللي عملتها انا، معناها قالوا لي هيا كيفاه ودرسني ودرسني وكل الكلام تاع وتحس هكا العباد جاي معبين لهم ودنهم، فهمت؟ خاطر ما نصورش جوار مسالم وناس تحبه في جمعيات قضيه معناها ما نضر حد وما ما هي ظاهر انا ما عنديش الحكايات هذه صحيحه. لان هل تسمع كريم عمل المشكله لاحظت ما عنديش الحكايات هذه. تحب تعمل مشكله تلوم روحك ما تلومش روحك قدام العباد برا، روح للدار كسر راسك، فهمت؟ بينك وبين روحك صحيح. قال لي كيفاه وكيفاه وكيفاه عملوا كي جابوا انتوني البرتغالي، وانت انا البرتغالي زميلي بشير قال لي دوارت المدرب هذاك اللي كان يرمي في بوركينا فاسو. اي وبعد جابوا لنا اسمه شد الكلوب وبعدنا نحن لو شونتر. لا 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 تونسي كان في جيبس، كان في جيبس شاب الليل شاب الليل. عندك مشكله في الاسامي؟ لا ننسى ثاني ترى اي برشا امشي شاب يعني فجاله بتحيه والحقيقه انسان برو 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 برشا، فهمت؟ جيش شي شهاب عمل بينا جمعيه باهيه وقتها، عملنا يذول حاجات تصور عمرها ما صارتش ما جاش تيتروات. ديما قلت لك ثم 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 حاجات اللي تيتر راهو مش كان في تيرايت هز، فهمت؟ صحيح مش نقصد راهو الحاجات الخايبه مش الناس ما تفهمنيش،
فما حاجات الكلام اللي صحيت ولازمك ثم اوقات اللي لازمك تعرف كيف تكبري جواراتك وامتى وتخلي الجو باهي حسيت معناه جاونا ماشي بالقدا جينا بريسك في الاخر ورخينا شويه وكما قلت لك الشامبيون مشات ليتوال وبعد خلاص شيء مع المرحله الجديده زاد انت معناه بريسك بداو ينظفوا يقولون بداو ينظفوا كما تعرف هي كي تجي اخرى ونحبوا فسخ وعاود صحي وهذيك اخي بحاش فسخ وعاود ما تنجمش كي تطيح عيطوا لك حكيوا معاك عيطوا لي وقتها نحن كبار زاد ثمان انا من جريدي ما حناش رغم عمر لا وقتها انا وسليم يظهر لي سليم المحجي ودربيل زاد دربيل انا ما كذبش يا اختي تحبوا تفصحوا فصحتش بيناتنا كونترا ما شرات شيء بيناتنا كونترا ماما بيناتنا كونترا شوف الكونترا مشى له روح جد بشويه بشويه كيف تعرف الانسان جدي معناه نخدم في العام هذاك وليد كابيتال وماركي من ماركي برشا معناه الحقيقه ويجيب له اي انترنور يجي نكور عنده لكن جانا اكثر انترنور من البرتغال وبعد جانا انترنور الارجنتين وبعد جانا معناه نقل انترنور دخلوا لتونس خورخي كوستا ما انا كان عامي بشوفه الهيئه هذيك زادوني عام ولو يجري وراي باش نعاود بعد ما كانوا يحبوا يفسروا صحيح عاود صح نحب نقول اللي في الكوره بصفه عامه ما تسمعش الكلام يجي يحكم على عبد في وجهه انت ما تسوذنيك راه ما تعرف الناس الكل تتكلم صحيح ونجي نقول نشكر وراه سي لطفي ريت منه كان خير وعندي ودارة ما سي لطفي صار عليه برشا ضغط عرف روحه اليوم ماشي نجم يزيدنا اللبس خرج الخروج كيف جاء من السي اس اس الخروج جاء من بعد عاد جاء الخروج جاني وقت عودت عامين انت عديت بس 3 سنين وقت عامين سي منصف اللي ما ريتش رئيس يحب جمعيته الحقيقه يحب جمعيته برشا مي ممكن تنجم تحب وتنجم تعمل اما مش كل شيء تنجم تنجحه بالعاطفه لا العاطفه ما تنجحش المخ اللي هو اللي ينجح العاطفه ما عندك ما تنجم تحبه كل شيء والعاطفه ما تنجحش المخ انت سابش نرجع للكلمه انت قلتها لي بكري ما فما حتى جمعيه في تونس تشبب راه والتشبيب اللي صار لي في النادي الرياضي الصفاقسي اجباري فماش فلوس عقوبات وقت ما عندكش الحق تشري وتعمل اي صحيح فما حتى جمعيه في تونس عملت تشبيب كيما الكلوب تو صحيح فما حتى جمعيه راه عملتها اختيار كل عملتها اجباري اوبليغاسيو لازمهم يعملوا هكا ما جاوبتيش على السؤال باهي انا قلت لك باهي كيفاش جاك عيط لك كلمك وقت جات لغه كيما قلت انت توا خرجت اللغه اللي يحبوا يشب انا ديما نقول سي منصف على عيني وراسي وبالرسمي انسان راه انسان بالرسمي راجل قولونا مي اللي يخدموا معاه مش الكل مي ثم فئه تخدموا معاه خطيتهم الكل هما لازم باش تخرج لا مشو انا ديما قلت لك هما قالوا لغه تشبيك شباب على شبيناتنا كونتريج نفسخوا اعطيني حقي كل واحد يمشي على روحه مانيش لاني مش نموت انا ولا الجماعه باش تقف عليا صحيح فهمت ربي ما ربي وفي موفي لي مكتوب غادي يجيب لي ربي مكتوب في بلاصه اخرى اي صح مش تفهمنا انت بثما حاجه لان كرولا نعرف ما نتصورش انا كي مشتري عندك كرول باش يفسخ هذه من المستحيلات السبع فهمت حبي فسخولي من غير ما ندخل لونترمون تمشي بينات يعطيني حقيقة مش على راه وراء سي منصف كما قلت لك مش مش مش, مش هو اللي فسخ شكون اللي انا قلت لك ثم عباد اللي تنجم تسمي اسامي ما نسميش خاطر طبعا نقول لك ما نسميش انا خوف راني ما نسميش خاطر ما خاف من حد انا يعرفوني لا مي ما نجمش نقول حاجه مانيش متاكد منها خاطر ثم برشا اسماء دار فهمت انا ثم برشا اسماء لازمني كي نسمي لك عبد السلام نبدا متاكد منه 100% فهمت العباد اللي هذم اللي يحبوا يشبوا كلهم الاخر كانوا خرجوا ثلاثه من الناس اللي كانت تخف عليهم جميع تحبوا راتك دونك تبعت الكونترا و طبعا الكونترا وفسخنا ومشيت نجم لابس يحلى